اخوان عادت السلسلة، سلسلة قد رجعت اوكي، اللي يفعل لها شيء غبي جديد. ليتس جو اوكي، حماس 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 يا حماس. طبعا انتم متعودين على السلسلة يكون في شخص ثاني معي، شخص معين، شخص ما بينزل فيديوهات، والقصة كالآتي اوكي. اول حلقتين عملناهم هاي وهاي اوكي، عملناهم انا ودوكات، الدنيا حلوة تمام. بعدين حكى لي الحلقة الثالثة بده اياها تكون على قناته، فصورناها قبل شهرين ولا ما نزلت. لا ما نزلت، شهرين قبل شهرين. الحلقة الرابعة هيني موجود، حتكون لحالي للأسف اوكي. دوكات انت تتعامل مع متابعين اوكي، حيهجموا عليه. اهجموا عليه. نرجع لأليف. أليف أنا بخاف منها يا أخي. أنا أليف هي إنسان مرعب بالنسبة لي جدا. بالعادة بكون قوي قلبي وأنا بحكي عنها، عشان يعني كنت ذكرت معي فبحكي إنه لو بدأت تسب علي تسب أنا أنا وذكرت مع بعض ها أوكي الدنيا حلو. ثاني مرة هتيجي المسبات علي أنا على طول، بس عادي 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 أصلا عادي. المهم هي قناة أليف، أليف الوحش. فهلا أليف صار في كتير تقلبات بحياتها آخر شهرين، تغير محتواها شوي. هي انتم مذكرين محتواها كان عن الاحبه وشغلات اللي عمرهم فوق 30 لازم يحضروها، بس لا اهتدت، مشيت على صراط المستقيم. فاخر فيديو شو نزلت، جبت ورده حمراء وحاولت اعمل لقطه رومانسيه. خلينا نشوف بعدين. اسمعوا بعدين اخر شيء نزلت اغنيه، فحنحكي عن الاغنيه اخر شيء اوكي. ترقبوا. انا مش فاهم يا اخي، انا مش فاهم. طبعا عنوان الفيديو جبت ورده حمراء وحاولت اعمل لقطه رومانسيه، شو دخل صوت المسدس؟ ليش كان فيديو كيوت. كيفكن حبايب قلبي؟ جماعه هدول الخلي اللي عم بحكوا علي مشان تكرهوني، بس بعرف انتم ما بتكرهوني، انتم بتكرهوني ساعه بعدين بتحبوني. ما لحق مش الفيديو، ما كيف لحقت تسبه؟ جماعه هدول الخلي اللي عم بحكوا علي مش هدول الخرا اللي بيحكوا عني عشان تكرهوني. معقول قصده عني انا ودويكات؟ يا رب قصده مشان ودويكات. يا رب ايش بديش اكل بسبات بديش. بعرف انتم ما بتكرهوني، انتم بتكرهوني ساعه بعدين بتحبوني. مستحيل نكرهك، كيف نكرهك انت؟ طبعا اكيد منحبك كثير. اليف اعز علي من ال من كاس القهوه هاي، جد عزيزه جدا. من انا انا الوفه البنت الكتكوته اللي بتحب كل خلو ما حدا بيحبها. انا حاسه هي تمثيليه اوكي، حاسه هيك في 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 تعرف كيف هذا الوجه اللطيف بعدين في وراه حيجي شيء اوكي. مستحيل هيك صارت كيوت، مستحيل. هاي مش نفسها هذيك الاليف. عجبتك شيء الاشتراك تمام، مالي بحاجتك انا. امك انا وامك درسنا نفس المدرسه سوا. من انا الوفه. من انا الوفه. او ياس، مش عارف كيف كانت 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 قناه شاب عمره 40 سنه بيستحي يحضرها، هلا صارت قناه اطفال. كثير غريب الموضوع، انا حاسس في فخ. هدول عم بيطلعوا بيحكوا على الخلق، بتعرفوا ليش؟ مشان انتم تكرهوني، بس بعرف انتم بتكرهوني ساعه بعدين بتحبوني فورا. كلام صحيح جدا اليف، كثير بنحبك. طبعا انتم ممكن عم تتساءلوا ليش في ديزاين جديد للغرفه صاير. هذا الديزاين صار بعد حرب الكاتشب اللي صارت مع احمد، حرب 2021. لو ما حضرتوا الحرب موجوده على الانستغرام هايلايتس تبعوني اوكي. حرب كانت كثير شرسه وادت الى انه غرفتي هيك صار فيها المكتوب على الحيط بالغلط، هو بالغلط وسخ لي غرفتي هيك بالصوص يا جماعه. لقيت حل من الوردات عم بهروا يا حرام. ف ما مش مخيفه. رياكشن طبيعي لما تشوف ورده حلوه تقطعها هيك. انا مش خايف اصلا، انا انه عادي يعني انه يا حرام بربي ما بينزح عليها. يا جماعه حاولنا نعمل لقطه رومانسيه بس للاسف لم تزبط معنا. غريب. انت اليف ما زبط معك لحظه رومانسيه؟ وات، كثير غريب يا اخي، انا متفاجئ. يلا انا مش مصدق اللي قاعد بحضره اوكي. انتوا متذكرين اليف صح؟ متذكرين اليف؟ ان شاء الله الله ببعت لك ابن حرام لاختك مصفى. اليف ايش بك يا اخو العفيف النظيف، قسما بالله كرمال ام مرور. اوكي خلينا نشوف باقي الفيديوهات. كيف الواحد بيصير فيه هيك؟ كيف الواحد بيتحول هالقد؟ قررت اطلع الفضاء بعد الفرصه. وات، اليوم الفيديو كتير حلو. حطوا لايك واشتركوا بالقناة قبل ما نبلش بالفيديو، اشرح لكم اكثر ضمن الفيديو، في كمان خبر لكم كتير حلو. مش فاهم. هو كان الفيديو بدي تروح على الفضاء. بس ماشي حبايب قلبي، جيت لحتى اشتري بنطرون تمام،
هلا بفرجيكم خليكم معي. كيف هيك صار محتواها؟ معقول اجاها تهديد؟ ممكن اجاها تهديد صح؟ ممكن حدا يبعت لها ايميل غير حياتها، يخلص تهديد كامل انه لو ما تغيري محتواك وتصير محتوى تروح على الفضاء ابصر شو بصير فيك. والله مش فاهم وين 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 اليف القديمه يا اخي، وين اليف العنيفه؟ كان محتوى ردات فعل، انا بطلع بخرى عليك وعلى خلفك وعلى اوكي شوي، كانه جديد بعدين رجعت على المحتوى القديم شوي. اوكي ليش اختي اول يوم العيد كانت رح تشق لي راسي وشو السبب؟ يا هذا الشيء اللي متعودين عليه. قررت اتزوج واحد متزوج عنده 3 اولاد لاني بحبه. اوكي مصطيل كسل غو طار المصاري طار من ايدي سلي خرسي حي راسي. اوكي هاي اللي فيلم نعرفها شغلات غريبة بتصير يعني. سلام كيفكم حبايب قلبي؟ اليوم بدي احكي مع امي والموضوع كتير مهم لازم تكون قاعده. انا حبيت واحد متزوج. نعمان نعمان ما شو رح اتزوجه فوق مرته وما في رامي اصلا. اكيد هو الله يعينه، ما اظن واحد ارادته ممكن يروح يتزوج اليف. يعني مع احترامي الكامل لها، كثير بحبها اليف جد وكثير شخصيتها حلوه. قناته يكب مرته وليه عن جد؟ ايه وياخذني وقعد انا وين ما يا منطقي هيك المراه الصالحه هيك بتعمل. كيف تعرف تتزوج هاي البنت ولا لا؟ لو حكت لك تكب مرتك واولادك مراه صالحه مان روح تزوج. والله مش قليله يا اخي، والله مش قليله ابدا ابدا. اسمعي قررت انه حكيت ما اكب مرته اني بكب الدنيا كلها مشاني. نو مان نو 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 ما حقدر ما بديش اكمل هذا. اوكي عم بنجلط على الشاب يا اخي شو يا الله. اوكي بعدين عندنا فيديو نزل بعدين اغنيتها، خلينا نشوف الفيديو هذا. طالبة جامعة انظر ماذا فعل بها والدها لانه قدم لها القرآن الكريم. انا حاسس هيك هذا هي زي الفيديوهات اللي بتتداول على الواتساب، خلينا نشوف. بابا شو عم تعمل؟ ما عم اعمل شيء بابا، عم ادرس. الله لا يضيع التعب يا بنتي. شو بالعشوائيه برو 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 وات وات يا اخي، وين 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 اليف اللي بعرفها يا اخي، وين وين بدك تفضح عرضك؟ ما في مشكله، حتى الدب اللي ورا متفاجئ يا اخي. هاي اليف وات يا التعب يا بنتي. الله يسلمك. طيب بابا اذا نجحت شو بدك تجيب لي؟ شو بدي اجيب لك؟ نجحت واحد سياره ثانيه يا مان يا اوكي. انا مش عارف وين حنوصل بهذا الموضوع جد. اوكي فنجحت ابوها جاب لها هديه، خلينا نشوف شو الهديه. ما بدأنا شيء ولا بيهمني شيء وما رح اشوف شيء. اول شيء هذا مصحف وما بيعرف تعلمه. اوكي وين الحكمه؟ ابوها جاب لها مصحف بدل ما يجيب لها سياره، شو تتوقع تعمل البنت؟ هذا مصحف ما بيعرف، في دعم مفاجاه لك. خلي لك ورايحه وما بدي اقرا شيء. طالما انت كره شيء عندك تقوى روح انت اقرا. اوكي اظن فهمت اظن هو حاطط، مش عارف ليش انا كثير داخل بالجو مع الموضوع، بس اظن هو حاطط مفتاح السياره هيك جوا المصحف ولا ايش. هي لازم تفتح المصحف تقرا عشان تلاقي السياره، عرفتوا هيك. بدي اعيط وما عاد ارجع ما عاد شفت البيت خالص خلص. نو قلعت ابوها من الدار عشان ما جاب لها سياره، جاب لها مصحف. يا الله هذا الجيل عن جد بنات اخر زمن. ما كانك قصدي آمن، جيت لعندك لحتى أرانك الفاتحة. أبوها مات؟ إيش؟ إيش؟ شو الفيلم الهندي بالجول تشيك هذا؟ إيش؟ أوكي فتحت المصحف. لا طلع فيه مفتاح سيارة. نو قتلت أبوك على الفاضي يا هبلة. اوكي خلاص مش مهم، خلينا نروح على الاغنيه ماشي. الحدث الرئيسي اغنيه اليف، تتوقع يكون فيها كثير كلمات عيب ولا لا؟ فالاغنيه اسمها هدي يا بيبي معلش، خلينا نشوف. كيفك كيف هالقد عنده تقلبات بشخصيه؟ كيف هاي مش اليف اللي بعرف، هاي مش اليف اللي بعرفها. لا 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 وات 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 لا لا هدي يا بيبي هدي معلش اشرب فانتا بيبسي معلش. انا مش مصدق انه هذا الاشي جد على الانترنت، اصبر. جيب الفانتا وتعا يا حبيبي نشرب انا وانت وكفايه بيبي. محمد بليز حط لنا لقطات لأليف، هيك لقطات كثير لأليف هيك نذكرهم مين أليف. حاج بحبك وحاج خرب. هاي كيف دقلكون
اعطي 50 ليره لواحد بيمتلكك ايش اوكي شفتوا شفتوا اليف هلا شوفوا اليف اللي قدامنا شوف روتانا ب 2004 تستحي تعرض هيك ميوزك فيديو هد يا بيبي شوية عليا اطلب روحي تاخد عيني مان 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 نو مان لا لا اليف كسرت الانترنت عارفين اليف هيك مسكت الانترنت هيك دب 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 هو صار عمل فني رائع اوكي صراحة يعني كنت صريح معك 20,000 لايك بروح باب الاغنية هي لعب لها جد على 20,000 لايك بس 30,000 لايك 30,000 لايك رمان رمان ايش هاد ايش هاد ايش هاد ايش اوه اوه لا معلش يا بيبي كده مرفوض دمه سائل وفترة حرفه اوكي لا كلمات ولا فيديو كليب حلو ولا نغم ليه عادي عادي اوكي احنا ما بنتمسخر على شغل الناس اوكي هو واضح انه هي حطت كثير في مجهود فيه يعني صراحة يعني وكفاية يا بيبي يعني بعرف انها تنهيف كتير مستهلكة هاي اللي حاحكيها هلا كل حدا حكاها كثير اماكن بحياته بس جد زي احلى من نومة العصر هذا يعني اقوى وصف بيقدر يوصف هذا الاشي انه احسن كلمة ممكن توصف هذا الاشي اللي قدامي هي انه احلى من نومة العصر هاي احلى من نومة العصر هيك احلى من نومة العصر بس هيك شغلات هيك بتطير هيك شغلات بتحوم هيك حدا برقص ما في اي سبب ما في اي سبب للموضوع معلش يا بيبي يا اخي اغاني سبيستون عرفتوهم تعون الكواكب تبع كوكب زمردة اغنية كوكب زمردة احسن من هاي الاغنية بطبقات جد كتير احسن منها كتير هدي يا بيبي هدي معلش اشرب فنطة بيبسي معلش تحس عليك جايب روبي من سوق الخضار هي روبي من سوق الخضار يا بيبي تخيلوا تصحى من النوم تسمع هذا الاشي اوكي تخيل هذا الاشي المنبه عندك اوكي هدي يا بيبي هدي معلش هذا الاشي لو احطه منبه اقسم بالله ممكن تلاقوني انجح انسان على وجه الارض بدون مبالغة اسمعوا هتلاقوني هيك بصحى الساعة 5 الفجر كل يوم بعد اقرأ كتب بس عشان خايف انام واصحى من المنبه هذا واو جعبالي اشوف مين الساعد بعمل هاي الاغنية كلمات اليف توزيع اليف تسجيل اليف الحان اليف هي اللي عاملة كل هذا كل هذا الجمال كله هي اللي عملته كله من صفر للألف تعال شوف الكلمات هدي يا بيبي هدي معلش تشرب بيبسي فانتا معلش جيب الفانتا وتعال يا حبيبي نشرب أنا وإنت وكفاية يا بيبي معلش يا بيبي كده مرفوض دمه سئيل وفكره جربوه أوكي أوت خلاص عمر أوت أوكي بكفي نو أنا جد مش مصدق إنه إليف هي أنا حاليا متأثر إنه إليف اللي بعرفها وبحبها هيك صارت ماشي إليف جد يعني أنا كنت كتير أحبك وسلسلة تبعتك يعني من أنجح السلاسل اللي بعملها بحياتي 460,000 477,000 يعني صراحة جد يعني خسارة والله خسارة حرام كل هذا المحتوى راح بس عادي أوكي طلعنا 3 فيديوهات كويسين الرابع عند الدويكات بس ما عم روح ينسى الفهم يا هذا كان الفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم يلا سي يو جايز